الكهرباء على موعد مهم أيضا، ومشاركة آسيوية ربما فريدة من نوعها باعتبار المرة الأولى اللي يشارك الكهرباء بهكذا بطولة. قلة الخبرة، شلون تشوف المعطيات كابتن؟ أنا مع الكهرباء الوضع غير، يختلف. أنا أراهن على الجانب النفسي وعلى الاندفاع وعلى الطاقة الحيوية والشبابية والفكر المتجدد للكابتن لؤي صلاح، واللي أتشرف أنه أنا في يوم من الأيام كنت مدربا له، ومن كان لاعب هو قيادي ويمتلك مواصفات القيادة. لذلك مراهنتي على عقلية لؤي صلاح، ومراهنتي على حيوية واندفاع اللاعبين والجانب النفسي العالي اللي يمتلكوه لتحقيق شيء. نعم. والتجدد في أسلوب نادي الكهرباء، التجدد انا اعتقد يعني من وجهه نظر الفنيه، وان شاء الله هذا نجده على ارض الواقع، انه دائما ما تشعر انه الكهرباء يوجد لديه مفاجاه، يوجد لديه مفاجاه على المستوى التكتيكي، على المستوى الاندفاعي، على المستوى الخططي، تجد لديه مفاجاه. ولذلك انا اراهن على هذه الامور في تحقيق نتيجه ايجابيه وثقتي كبيره، بالاضافه الى انه استقرار كبير يعني بوجود السيد رئيس الهيئه الاداريه الحاج علي الاسدي، اللي تحيه والتقدير له، فريق بمستوى الكهرباء وفريق يعني بهذا وينهض وان يكون يعني يصل الى هذا المجهد. هذا ليس بشيء القليل، يعني اكيد اكو وراء اداره متمكنه بشخص الحاج علي الاسدي، بشخص الكابتن نعيم صدام، بشخص الكابتن ما وكل الاخرين من حوله، واللي اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بتحقيق نتائج ايجابيه. منو اللي تشوفه من الانديه الثلاثه اللي ذكرناهم قادر على عبور دور المجموعات؟ يعني للأمانة أنا كل الأمور اللي أتكلمها مجتمع ما بين جانب نفسي، ما بين استقرار، ما 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 بين خبرة، ما بين يعني أنا أعتقد يعني أنه الجوية والزوراء سيكون قادر إن شاء الله. قادرين. الجوية بخبرة ما يمتلكه رغم صعوبة المهمة مع الفريق المنافس.